جميل. أيضا من جهة ثانية، يعني إحنا دائما نشيد بدور الجهات الحكومية، الجهات الأمنية، الجهات المختصة. هناك أيضا فئة المتطوعين اللي في كل عام ينضمون إلى هذه الجهات وإلى هذه الجهود. المتطوعين خضعوا لتدريب جيد جدا حتى استطاعوا الانضمام. كيف تشوف دور المتطوعين في الحج في كل عام؟ المتطوعين هذه السنة لو نشوف يطول بعمرك أنه في تحسن ملحوظ بالوضع لهم. طبيعة الحال ما يخفاك الدورات اللي هم أخذوها، المتوقع أنه حوالي 220 ألف أخذوا دورات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، توضحت خلال الفترة اللي فاتت. فهذا بيعطي إيضاح أكثر أنه أنت هذه الفترة الحالية اللي أنت موجود عندك صار في عندك تجهيز نموذجي لجميع الجهات المشاركة. طبيعة الحال لا ننسى أنه التنظيم اللي صار للمتطوعين هذه السنة بيتيح لهم استلام أماكنهم بكل راحة وتيسير وتنظيم أفود، إضافة أنه هي بتكون موجودة بطبيعة الحال جميع يعني المدخلات اللازمة لهم اللي تبين والله هذول تواجدهم خلال هذه السنة. نعم. ما قبل بداية موسم الحج كان عندنا واحدة من المبادرات العظيمة اللي تستحق إلقاء الضوء عليها، مبادرة طريق مكة. نعم. وصلت إلى أماكن مختلفة على مستوى العالم سواء في السنوات الماضية أو في هذا العام. نعم. كيف شفت المبادرة؟ المبادرة طبعا هي من ضمن مبادرات خدمة ضيوف الرحمن وأخذت 7 دول. هذه السنة وصلت يعني في بداية ذي الحجة نحن واصلين لحوالي 200 أكثر من 200 ألف حاج وصلوا لجميع منافع لجميع أماكنهم. التحسن الملحوظ في هذه الخدمة من السنة اللي فاتت لهذه السنة هي رابع سنة لها موجودة، فبالتالي أنت وصلت معاهم لمراحل جدا متقدمة، وهي طموحها في الفترات الجاية أنها تكون موجودة على جميع الحجاج اللي قادمين للمملكة بمشيئة الرحمن. اللي خدم فيها معروف أنه خدم فيها 11 مطار خدم فيها موجود على مستوى العالم، 7 دول موجودة معانا، وإن شاء الله القادم بيكون أفضل.